أزور سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها سلام الله، زيارة مني ونيابة عن والدي وعن والد والدي وعن إخواني المؤمنين وأخواتي المؤمنات، طاعة قربة إلى الله تعالى. يا ممتحنا امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابرا، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما آتانا به أبوك صلى الله عليه وآله، وأتى به وصيه. نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت أمين الله، السلام عليك يا بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام عليك يا بنت خير البرية، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية، السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك
تبكي أيتها المظلومة المغصوبة. السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة. السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. وصل اللهم على محمد وآله.